أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصفات الواجب توفرها في العقيقة، وهل تجزأ أثلاثا مثل الأضحية؟ حكم العقيقة وأحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية تمام. السن، أن تكون الضان بلغت 6 أشهر، وأن المعز تكون بلغت سنة إذا عق بالأغنام. إذا عق بالبقر بقرة فلا بد أن يكون مضى عليها 2 سنين، والإبل إذا عق ببعير لا بد يكون سنه 5 سنين. ثني جذع ضأن أو ثني سواه، نعم. وأن تكون سليمة من العيوب، من العمى والعرج والمرض والكبر والهرم، نعم. وأما لحمها السنة أن يجعله 3/3، 1/3 له ولأهل بيته، و1/3 يتصدق به، و1/3 يهديه لخاصته وأقاربه، نعم.